بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه، ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، هذا هو الأفضل. يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا، فيقول إنه فعل كذا وكذا، يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة للذنب. أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما استهر الله، وكذلك الزنا وشبه استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر، لا تفضح نفسك، ما دمت تبت بينك وبين الله فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.